ما تجيب ابوس قبل ما يدخل جوه. ولسه عندنا اس ام اس كتير ومكالمات كتير، ولكن خلونا نرجع تاني. نسيت اقول لك حاجه مهمه يا هولي. عايزك تفهميني، انت حبيتي هنا بس واحده 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 واحده. ها عزيزو، يلا الناس هتعرف ان انا جايب واحده. يلا افتح يلا. ايوه معتز حاضر. انت بتربس ليه؟ ها؟ ايش كنت باكي نام زميلتي في المكتب صاحبي، بس انا واخده مع الحيبه زي ما فهمتك. ها؟ انا اخش اخد دش على السريع. ها؟ اخش اخد دش معاك. اخش دش ايه؟ ما انا لازم اخش اخد دش معاك دلوقتي. يلا 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 امشي يلا امشي. انت طارق؟ انا حبيت عندك النهارده. اهلا وسهلا. ليه؟ يا باكنجهام، انت يا ستي اللي جايه على بيت. يا نسمة. انت حبيتي هنا فعلا؟ ايه في؟ لا مفيش حاجه، بس انا قلت اشوفك تفطري ايه الصبح وكده. بص ايه ده؟ ايه رايك البس ده؟ ايه ده؟ البس ده ولا ده احسن؟ ايه ده؟ ده هيعجبك قوي الحقيقه. انت معاكي تشكيله هايله. طب ما تعملي بقى باترينا هنا للشنطه كده، بحيث اللي معدي يبص على طول من غير ما تتعبي نفسك. لا لسه جاي. كفايه ابوس ايدك. الشنطه دي منفذه على الدولاب ولا ايه؟ ما قلتليش البس ايه يا ستي. البسيهم كلهم، بس يا ريت القصير قدام بقى والطويل ورا. انت حباتي هنا ليه؟ انا عارف انه سؤال مش من حقي، بس يهمني اعرف الاسباب. انت ليه مش بايته في بيتكم؟ اصل نسيت مفاتيح الشقه. طب ليه ما رنتيش الباب؟ ما خبطتيش الجرس؟ ما خبطتيش جرس الباب ليه بتاعكم؟ ها خبطتيش الجرس ليه بتاعكم؟ ما حصل. حصل بعدين؟ اصل مامي بتروح تلعب تنس في النادي. ها. وبعدين تديها جاكوسي وسونا. سونا؟ ها. بتروح للبيت مقتوله. طب وليه ما بلغتوش البوليس؟ ها بتنام مقتوله. يعني الحقيقه اسباب مقنعه جدا. انت بتتكلم كده ليه؟ اصلا انا عندي برد امبارح. من ايه؟ برد امبارح. من ايه؟ برد امبارح. انت غبيه ولا ايه؟ البرد من ايه؟ جالي من ايه؟ جالي كنت قاعد بـ 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 كنت قاعد قدام الدش وبعدين خرجت في الهواء. يا حرام. بلدي! مامي! هو انتوا كنتوا تاهين من بعض ولا ايه؟ دي بتاعه التنس. انا عايز اقول لحضرتك. راسي هتقع. استنى خدها. مجنونه. مجنونه بالحب يا لادم. غير الاغنيه دي يا بني ادم. خلي حاجه هاديه. فين بقى يا مامي؟ مامي ايه انت كده؟ هتعصبيها اكتر. مجنونه انت بتغرر من انت يلا. والمصحف ما اتغرغرتي بيها. من حضرتك. أمال مش عايز ولا ما. قدامي يا بنت. مجنونة بالحب لازم. مجنونة حبك كده. ما استنيتش ليه لما تغني الشريط كله؟ دشك ايه بقى؟ ما كمل اول. ما قلت لك يا اخي، قلت لك اجي معاك. بعدين وقف. هنا كان في مزه، انت عملت ايه بباكي نام؟ قطعت امها. هادي. لا السفريه المره دي طولت قوي، استحليتها انت وعشت هناك. عمده. وجاي حامي قوي من المطار على الشغل، رايح لك يومين يا اخي بعد السفر. هو مفيش وقت. عملت ايه في اللي طلبته منك يا عماد؟ سالت عنها في السجل المدني، واكتشفت ان عنوانها القديم هو نفسه العنوان، ما اتغيرش. عماد انا لازم اوصل لها، لازم اوصل لساره باي ثمن، انت فاهمني؟ هتوصل لها، بس انا عاوزك تطمن نفسك بس، ولا يكون عندك فكر. ها؟ بقول لك انا اعرف واد قريبي ممكن يخلصنا من الموضوع ده فورا. ايه ظابط؟ لا ده واد شغال في شركه موبايلات، ممكن عن طريقه نعرف عنوانها. هو فين ده؟ بهدوء، خليك كول كده. الواد ده اصله قفل شويه، وممكن يعني يحس ان احنا بنرتص ولا حاجه. سيب لي الموضوع ده خالص. اوكي يا مان. ركنت فين امبارح؟ ركنت فين انا امبارح؟ لو سمحت بعد اذنك، ما شفتش عربيه سمرا صغيره كده؟ لا ما شفتهاش. شكرا. لو سمحت. ايوه. ممكن تعديني؟ اعديك. اتفضل. ما تخافش، مفيش عربيه، تتفضل. لا العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. انت مستخبيه. بعدين بقى في الحانه المتوحشه دي على الصبح. Thank you.
يا ابن الكلب هتدغدغ العربية. خلاص خليك انا هتصرف. في الشماسة الرخص هتلاقيها في الشماسة عندك. تاكس يا وصل. ثانية واحدة. صباح الخير يا موسى. فين؟ مين؟ أنا معتز. أما تدخل. تعال أنت اللي تخش. إيه اللي حصل لك يا فاهم؟ هحكي لك. تعال. تصدق السقف عندنا حلو أوي؟ يا راجل. أنا حاسس إن أنا مش هشوف الأرض تاني يا معتز. تعال. بس يا سيدي. فقلت اروح قبل ما اموت. انا حاسس ان انا على ما اكلمها هكون اتشليت يا معتز. انت قديم وطريقتك قديمه. انت لازم تغير طريقتك دي. انا لا يمكن اغير طريقتي في التعبير عن الاعجاب في الحب ابدا. بص بتتكلم ازاي اصلا؟ ما انا مش عارف ابص غير لفوق. يبقى لازم تسمع كلامي. كل حاجه فيك لازم تتغير. شخصيتك وافكارك، منظرك اللي عامل زي امين الشرطه ده، لازم تغير شكلك. انفخ شفايفي يعني؟ شنبك. انفخ شنبي؟ لازم تحلق شنبك. اخلص وياك تجيب سيرة شنبي تاني. بس جميلة ازيك. انا جاتلي الدعوة اهو. اكيد جاية. هي دي مدرسة معتز. انت بس لو تفهمني هتعمل ايه. سيب كل حاجة عليا وانا هدخلك. يا عم ابو سويلة منزل ايدك. لو عوزته تاني يبقى ربيه. ده لو رضي يطلع. اسم حضرتك ايه؟ عمر. عمر ابو الوفا. ايوه عمر ابو الوفا. اوكي اصل عارف اكتر مني. اتفضل حضرتك. وحضرتك؟ انا صاحبه. لا انا اسف خالص حضرتك مش ينفع تدخل. ايه؟ انا متاسف. ايه ده ما تنفعلش. انا هتصرف. خش انت وانا جاي لك. انت ما تاخرش. خش. ايه يا عم وانت ماشي بظهرك ليه؟ بدور على حد. بس انت مين بقى؟ هفهمك. عمر. ما انا هشرح لك اللي. عمر ابو الوفا. يا دفعة استر عليا. عمر ابو الوفا رجع. عمر ابو الوفا رجع يا دفعة. هو كان هربان ولا ايه؟ يخرب بيتك يا معتز. عمر ما صدقتش لما قالوا لي انك هنا. شكلك اتغير خالص. ايه ده؟ امريكا غيرتك خالص. ما انت عارفه بقى هناك امريكا رطوبه وبرد وحر وصهد وتراب. شكلك لسه شقي زي ما انت. مش قوي يعني نص نص. اهلا. اقصد نسيت اعرفك. امل خطيبتي. اهلا 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 اهلا. صباح الفل. ازيك يا امل؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت ابن انكل ميرفت صح؟ تعالوا بابي. امال ايه؟ طبعا واعرف عمك سعاد. ايه الحفله الجميله دي؟ هاي. انا هو. انت ايه ده؟ انا يا راجل. طب انا وانت ايه؟ ما احنا واحد. لا مش واحد. عشان لما اجي بقى يبقى شاور لي. لان انا مش فاكر شكلي قوي وانا صغير. على فكره كنت شقي قوي وانت صغير. هو احنا عملنا ايه بالظبط مع بعض؟ ها بس عشان امل يعني. طب وانت عارف اللي بيعمله امل ده؟ الله ده انا لسه بشتكي لك من امل. تعملي زيه؟ شعوي لخبطتوني. الطالب المتفوق عمر ابو الوفا. انت هو. انت هو. انا بينادوا عليك. ده انا. فين عمر ابو الوفا يا جماعه؟ الحمد لله. عمر انت فاكرني؟ انا مش ناهد. الله طبعا. امال ايه؟ ازاي حضرتك تقولي كده يعني؟ ده انا ما كنتش بفهم من حد غير حضرتك. انا مش ناهد بتاعت شؤون الطلبه. دي كانت ماده صعبه قوي بصراحه. طيب سلمي لي بقى على الجماعه اللي جنبك. مساء الخير. كان انت كده؟ اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. ده ايه ده؟ ماله ده؟ مش احكي لنا يا عمر عن دراستك الهندسه والحياه في امريكا. خير. طيب الحقيقه انا يشرفني بصفتي طالب من الطلبة المتفوقين اني اقف النهاردة هنا واكون عبرة لكم.
الحقيقة واضح من كلامكم انه انا درست هندسة في امريكا. وواضح كمان ان في اجماع على كده. وخلينا فاكرين مع بعض انه انتوا اللي اجمعتوا مش انا. كنت عايز اقول الحقيقة يا جماعة وانا عايش في امريكا في يوم من الايام كنت بتمشى على النيل بتاع امريكا اللي هو في شارع امريكا العمومي وحضرني موقف يعني حضرني طيب يعني على ما احضرني الموقف خلونا نتكلم شويه بصراحه هيحصل ايه لما نتكلم مع بعض بصراحه حضر الموقف موقف جميل موقف كله شفافيه يا جمال ازاي وانا في غايه السعاده انا مش عارفه حد خالص انا مبسوط قوي انا مبسوط قوي مين ده واحد من الطلبه ده عمر بالوفا مهندس هنا في هذه المدرسه مدرسة اللي انا متخرج منها مدرسة اللي انا كنت مجتهد فيها مدرسة المستقبل الدولية للي فات المدرسة زي ما هي يا جماعة ما اتغيرتش مش كده والبالونات هايلة عمر أيوة. تعال ايوه انا تنادوا عليا مساء الخير انت مش فاكر ساره وجميله مش قوي الحقيقه مش فاكر قوي كنا صغيرين بقى مش فاكر لا مش فاكر ولا انا الحقيقه كنت فاكرك اصلا يلا يا جميله ممكن افتكر هي متسرعه ليه كده فستانها تحفه طول عمرها بتموت في اللون الاحمر ايه ده ثالثه رابع لو سمحت يعني ممكن تقول المعتز يجي معانا المزرعة؟ ده هو حيموت ويجي على فكرة بس ما اعتقدش انه حيوافق لا 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 هو موافق انا عارف انا عارف انت استاذ فادي انت جيت تونس امتى؟ هكلمك الحمد لله على السلامة يعيشك برقة الواحد نفسه يعيش في العزبة هنا على طول ايوه على فكرة طنط انا لقيت شقة جنبكم هنا وان شاء الله سارة تبقى تضبها براحتها هو عمر تأخر ليا معتز زحمة بقى وكده يا باشمهندس مش ايه يا جماعة انا كنت بلعب معاها على فكرة لا لا واضح ان انت بتخاف من الكلام ليه ده لذيذة مين اللي عامل زعلان في الاستفهام ده؟ الدكتور ادهم المهندس عمر اهلا وسهلا وحضرتك دكتور في ايه بالظبط؟ نسا وتوليد الاثنين مع بعض يعني ولا نسا وتوليد ولا نسا ولا توليد؟ الاثنين قسم واحد ما تيجي يا حبيبتي تفرجيني الورد اللي انت زرعتيه يلا حبيبي يلا ستي تيجي نجرب الطريقة اللي انت لابسها دي في الشمس نعم مع بعضينا يعني نحكي مع بعضينا طيب يا طب ما تيجي انت كمان بقى تفرجيني على المزرعة بتاعتكم دي طيب يا رب تعالى لذيذ قوي واللذيذ بقى يبقى قاعد مع اللذيذ ارغي معاها ها ارغي معاها حلوه الرنه دي هاتي ابعتها لك شايف دي البيضة في الصدر اسمها على اسمي لا يا شيخ اسمها ساره محمد المهدي طب استنى اطلع اجيبها لك هتوصل الرنه دلوقتي بعد اذنك لو سمحتي لا 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 خد بالك خفيش اهي وصلت اهي ايه مالك لا مفيش حاجه مالك في ايه مفيش حاجه خد بالك مالك عمر مالك في ايه في ضغط شويه معلش ما تقلقيش اصل انا عندي عندي مشكله في الاماكن العاليه دي عندي فوبيا تخافيش دي مش معاديه عمر ساره ايه ده بابا بينادي تعالى ننزل سيبك منه دلوقتي تعالى بقى يا عمر افرجك على حته الارض الفاضيه الحلوه دي
اللي ممكن يتعمل فيها حاجات كتيرة قوي، لكن أنا في مخي عايز أبني طحونة هواء تولد كهرباء للمزرعة. دي فكرة حلوة جدا. ترسمها لي يا باشمهندس. دي فكرة وحشة جدا. فكرة وحشة إن أنا أرسمها يعني. ده دي طحونة يا عمي، يعني أي طحان ممكن يعملها، زي العمارة كده أي عمار يعملها، يعني مش لازم مهندس. إزاي بقى؟ أمال إيه؟ أنا بحب التخصص. لما أقول هبني يعني لازم يكون في تصميم. طبعا. ولما يبقى في تصميم يبقى لازم يكون في مهندس. أكيد. ولما يبقى في مهندس يبقى لازم يكون في مين؟ مين؟ عمر. حمرة. إيه اللي حمرة بالظبط؟ طحونة. طحونة نعمل طحونة مطولة كده حمرة زي اللي في جامعة الدول دي اللي بقى. عمر. نعم. تعالى نلحق نروح الزريبة. يا ولاد الحقوا الزريبة. الزريبة بتتحرك ولا إيه؟ هو مش هيجي معايا الزريبة ولا هنروح نلاقيه هناك؟ يلا. انا بقى يا سيدي مشكلتي اني ما عنديش مشكله اصلا ولا حتى صغيره، يعني بحس ان الواحد لازم يبقى عنده حاجه كده قلقاه وما تخليهوش يعرف ينام، وانا بقى شكلي داخله على مشكله قريب. دي مشكله قويه. يا سلام عليك، ده انت كان لازم فعلا تدخل كليه هندسه. ده انا حتى لو خريج طب بيطري نيجي بتقول ان انت مش عايزه تقولي. طب كلمهم شوفهم هما فين. مين؟ عينيكي. وزه احنا في الزريبه. في الزريبه. لا لا ما تفهمش غلط، هي واضح انها بتحب الزرايب على فكره. يا لهوي على صوتك انا مش سامعك. معلش اصل انا مش ماسك الموبايل في ايدي. امال ماسك ايه؟ مش لازم تعرف على فكره. لا لا اتلحلح ولا بحبك، افتح معايا حوارات لغيها. امال قاعد ده كله بتعمل ايه؟ بعمل شاي بلبن. قول لها ان انت بتحبها. بتقول ايه؟ اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ مش سامعك. بقولك اقول لها دلوقتي ان انا بحبها. اكتر جاموسه بحبها هنا من ساعه ما جيت وانا حاسس اني احبها. ايه ده؟ ده في جاموسه على بقك. في اسمه ايه ده؟ في مسح بقك. مسح بقك. انا تحت. ها. بقى قوي. انا بعشق المكان ده. بص بص حلو ازاي. انت عارف لما بقى متضايق باجي اقعد هنا. مين ادهم ده؟ ابن خالتي. طب يعني هو ادهم ده متعود انه يعني يبقى. انت مركز معاه كده ليه؟ ما تنساه بقى. يلا يا ساره انزلي عشان تركبي مع بابا عشان ما يسوقش لوحده، وانا هركب مع ادهم عشان راح ازور خالتك. طيب اوكي. هي ماما لازم تروح تزور خالتك النهارده؟ لازم. خلاص اوكي ان شاء الله بات عندها. ايه الغلاسه دي؟ ايه ده يا ساره؟ يا ساره طب والكلب ده مش هروح يزور خالته هو كمان ولا ايه؟ ما تجيبها البيت معاك. ها؟ بس يا ساره يا ساره استني بس. رجب من فضلك طلع